السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبناء على أغلب طلبات المشتركات الخطرة اللي فاتت نزلت لكم مطلوع الفارينة بدون دلك ولا تعب، يعني بزاف اللي قالوا لي ديرينا المطلوع تاع السميد، درت لكم هاد الوصفة. واش نقول لكم، مطلوع السميد خفيف مفشفش والصورة راهي تعبر على روحها، جا روعة روعة. شوفوا كيفاش جا محمر، كيفاش جا الشباب، جا كي القطن. هاد المطلوع مع يكون البرد وطيب له كوكوطة تاع السبنينة، الله الله. كيما الوصفة اللي راني درتها لكم، راح نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. يجوا وليداتك من المسيد باردين يلقاو هذيك الريحة تاع المطلوع، الله الله، الدنيا وما فيها. ودرت لكم الوصفة بكامل التفاصيل، درتها لكم بالميزان بالكيلة، الطريقة كيفاش بالتفصيل كامل. إن شاء الله راح تنجحوا في هذا الخبز من المرة الأولى. راح نصلوا كامل على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، ونقولوا بسم الله وعلى بركة الله، وندخلوا مباشرة في الوصفة ديالنا. وأحبتي هذاك اللايك نحبكم كامل ديروه في هذا الفيديو هكذا باش ينتشر على نطاق واسع ويستفادوا ناس واحد اخرين. في البدايه كامل راح نوري لكم النوعيه تاع السميد. انا كان هذاك وين وليدي جاب لي هذا السميد، شار لي 2 كيلو تاع السميد. هذا سميد سيم رقيق كامل. علاه استخدمت السميد تاع سيم ولا استخدمت السميد تاع ماما ولا يعني الماركات المعروفين هكذا باش نطيحوا كامل في نفس النتيجه، ماشي نجيب لكم السميد يعني ما تكونوش تعرفوا كامل الاسم تاعو ولا ما كانش في المنطقه تاعكم هكذا، يعني ربما تقولوا بلاك السميد تاعها مليح وتاعنا ماشي مليح. وزنت لكم الكيله اللي وزنت بها هذا السميد رقيق، توزن تقريبا 300 غرام، ودرت بها 4 كيلات. 300 غرام في 4 معناتها تقريبا 1 كيلو و200. عدنا الكمية تاع الملح تقريبا نص مغرف كبير. راكم تشوفوا يعني الكمية تاع السميد راهي الله يبارك. هنا راح نخلطها وندخلها شوية في السميد، وراح ندير 2 مغارف كبار تاع الزيت. الان كنت مدفية الماء وراهي بدات تدخل البرودة، يعني دفوا الماء تاعكم هكذا باش المطلوع تاعكم يخمر لكم بالخف. عمرت الكيلة الاولى مبدئيا، وراح نبدا نطم في هاد العجينة. واذا لاحظتوا مازال ما درنا لا خميره، مازال ما درنا السكر. واش معناتها؟ معناتها راح نديروهم في المرحله اللي مور هذه. فرغت الكيله هذه كامل وزدت فرغت كيله واحده اخرى. دوكا نطم العجينه تاعي ونقول لكم شحال بقى لي من الكيله الثانيه. انا ضروري ضروري ما تطريوش بزاف العجينه تاعكم، لاننا في المرحله الثانيه راح نزيدو نديرو كميه واحده اخرى تاع سوائل. ولو كان طروها في هذه المرحله معناتها تزيدوا لها الكميه تاع السائل، العجينه راح تجيكم بزاف طريه، يعني ديروها عجينه عاديه ماشي طريه بزاف ومشي يابسه يابسه كي الحجره، ديروها عجينه عاديه. اذا استخدمتوا السميد تاع سيم العجينه راح تاخذ لكم تقريبا في المرحله الاولى كيلو ونص، وهذاك نص زدت عليه شويه الفوق. اذا استخدمتوا ماركه تاع سميد واحده اخرى ممكن يعني تزيدوا عليها شويه، ممكن تنقصوا عليها شويه، المهم يعني الكيلو ونص فيها فيها. ومشي شرط نوعيه تاع السميد يعني سيم ولا، قلت لكم استخدمت ماركه سيم ولا ماما ولا، يعني هذو هما المعروفين في الجزائر. اللي عندها اي نوعيه تاع سميد واحده اخرى وتكون يعني دايره فيها ثقه وتمد لها نتيجه مليحه ولا، كتبونا في التعليقات. يعني حتى انايا مانيش لاغيه ماركه مليحه تاع السميد اللي راني نخدم بها المطلوع ولا يعني الحوايج اللي يديلكم. من فضلكم يعني افيدونا في التعليقات. المرحله الثانيه راكو شفتوا العجينه طميتها ودرتها في كيس بلاستيكي وخليتها جانبا. حكمت نفس هذيك الكيله درت بها نص كيله تاع فارينه، درت مغرف كبيره نتاع السكر ومغرف كبيره نتاع الخميره الخاصه بالخبز، وزدت هذيك الفتيته شويه لانه المغرف تاعي يعني ما عمرتهاش مليح مليح. وعندي نص كيله من الماء الدافئ، راح نخلطهم هكذا مبدئيا بالمغرفه فقط، وبعدك نجيب البغا ميكسور ونزيد نخلطهم مليح مليح. هنا نفتحوا قوس فقط الكميه تاع الخميره الخاصه بالخبز، تقدروا تزيدوا اذا كان عندكم البرد شويه ولا رانا داخلين على فصل الشتاء هكذا باش المطلوع يعني ما يطولكمش بزاف. لكن ما تبالغوش لاننا اذا كثرنا يعني الكميه تاع الخميره بزاف المطلوع تاعنا راح يجي ريح وبعد يتخمر بالخف، وتزيد تخرجوا هذيك الخميره بالخف، يعني راح يجيكم كامل مبلاطي. يعني واش نقولوا، خير الامور اوسطها، ما تكثروش بزاف وما تقلوش بزاف. غطيت هاد المقادير اللي ضربتهم مليح مليح بالبغا ميكسور وخليتهم يتخمروا واحد 10 دقائق ولا، راح تحصلوا على هاد القوام. يعني هذا هو السر تاع هاد المطلوع. بهاد الخطوه ولا بهاد الخليط المطلوع تاعكم راح يجي بزاف بزاف شباب. هذا هو الخليط تاع السميد بعد ما ارتاح لي تقريبا هذيك المده اللي درت هذاك الخليط، واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه. نحيته من هذاك الكيس البلاستيكي ونحكموا هذاك الخليط اللي رانا خمرناه ونبداو نضيفوا فيه بالتدريج. هنايا منها رانا ندخلو في هاد الخليط في العجينة، ومنها رانا ندلكو فيها شوية. هاد المرحلة تديلكم ما بين 3 و5 دقائق. هاي ليك شوية، تحاولوا تدخلوا هذاك المزيج في العجينة وهي راح تدلككم بالتدريج. ومع تبدأوا تكملوا هذاك الخليط تبدأوا تتحصلوا على واحد العجينة بزاف بزاف شابة.
نايلك. هنا تقريبا هذاك الخليط قسمته الى ربع دفعات. هنا ماشي تروحوا تفرغوا خامل الخليط يعني ضربه واحده والعجينه تاعكم تولي متلوقه اكثر من اللازم. العجين كشغل ما نصادفوش بالسوائل مره واحده، نمدوا له السائل بشويه بشويه والعجينه تاعنا راهي تتشرب هكذا باش يولي القوام تاعها شباب. واذا كنتوا تخدموا بالبيتخا نفس الطريقه نفس الطريقه، راح تعجنوا السميد تاعكم ولا تخلطوا السميد تاعكم، غطوه بكيس بلاستيكي يعني في البول هذاك تاع البيتخا، ومن بعد تخدموا الخليط تاعكم اللي هو نص كيلة تاع فارينة، نص كيلة تاع الماء الدافي، ملعقة كبيرة من الخميرة الخاصة بالخبز، وملعقة كبيرة من السكر. تخلطهم بالبخاميكسور، تخلوهم يتخمروا شوية، والبيتخا راه يدور، وانتم راكم تضيفوا في هذاك الخليط. أنا شوفوا شللت الطاس تاعي بكمية من الماء عاير تاعكم، خرجت لي تقريبا واحد 3 مغارف كبار تاع الماء. هكذا هنا باش نضبطوا الكمية تاع السوائل، معناتها درت نص كيلة تاع الماء وزدت هاد 3 مغارف الكبار في الأخير كامل باش نشلل هذاك الطاس من هذيك الخميرة. هايليك هنا شوفوا الطريقة نتاع الدلك، إذا ما تعرفوش تحكموا اليد تاعكم اليسرى، يعني إذا كنتوا تخدموا باليمنى وتدخلوا فيها اليد الأخرى وتبداو تحركوا كيما وريت لكم، وهذا الزوج أصابع هما اللي يجيبوا لكم هذيك العجينة اللي تهرب لكم الفوق كامل. هذه هي الطريقة التقليدية تاع العجن تاعنا. مرات نقول ندير فيديو نوري للمبتدئات الطريقة تاع العجن فقط، لأنه صراحة هذه الطريقة تاع العجن من تقاليدنا، وهذه الحاجة يعني مانيش حبتها تروح وتندثر مع مرور الوقت. يعني كامل رانا نديرو خبز بالبيتخا، خبز بدون عجن، خبز بدون دلك، وهاد التقاليد ما لازمش نفرطوا فيهم. يعني أما قلت يكون عندي فيديو في القناة يتعلموا به المبتدئات، ومنها يبقى في القناة كيما حنا نقولوا اللي يحتاجوا هكذا ولا راح يروح ليه. إن شاء الله إذا حبيتوا هاد الفكرة كذلك راح تقولوا لي في التعليقات، وراح نلبي لكم الطلب تاعكم وبكل سرور. شوفوا العجينة تاعنا كيفاش ولات تتبدل، إذا لاحظتوا ولا يعني رانا دايرين بزاف أنواع تاع المطلوع. كاين أنواع تاع المطلوع هذاك الخليط تاع الفارينة والخميرة والسكر نديروه في الأول كامل، ومن بعد نبداو نضيفوه في السميد. هكذا درنا العملية العكسية، خلطنا السميد قبل وخليناه يرتاح وبدينا نضيفوا له في هذاك الخليط بالتدريج. كامل هذه الطرق هي طرق مبتكرة، حتبدلنا كذلك خبز تاع السميد ولا تاع الفارينة يجي بزاف بزاف شباب، مع الحفاظ بطبيعة الحال على الخبز التقليدي ديالنا. في الأخير كامل ضفت 2 مغارف كبار تاع الزيت ولا مغرف كبير راح تكون كافية، فقط باش العجينة تاعي يولي السطح تاعها أملس كيما راكو تشوفو تولي ما تتلاصقش. هايلك العجينة إذا ولات لكم بهاد القوام ولما تحطوها كشغل تطلق روحها لكن متماسكة في نفس الوقت، تعرفوا بلي الخبز تاعكم يعني راح يجي بزاف بزاف شباب. دوك نبداو في تشكيل العجينة تاعنا ولا تشكيل الخبز تاعنا بالسميد. هنا الخبز تاعنا كيما شفتو درنا 4 كيلات تاع السميد، ودرنا نص كيلة هذيك تاع الفارينة فقط باش ندخلو فيها الكمية تاع الخميرة والكمية تاع السكر. يعني هذيك شوية تاع الفارينة مقارنة بالكمية تاع السميد كيما نقولو بالفصحى لا تكاد تذكر، يعني كمية صغيرة جدا. الطريقة تاع الخبز كذلك، وش ديروا شمخوا يديكم شوية، يعني راني مع المبتدئات، وكذلك شمخوا المكان اللي راح تحطوه فيه. هاد الكمية نتاع السميد راح تقطع لي 4 خبزات، لأننا في الأول كامل درنا 4 كيلات تاع السميد، يعني كل كيلة راح ديرنا خبزة واحدة. هذه هي الطريقة، شوفوا يعني المبتدئات شمخوا شوية يديكم ما تكتروش الماء بزاف، شوفوا كيفاش راني درت، وعاودوا شمخوا كذلك المكان اللي راح تحطوا فيه هذيك الخبزة هكذا باش ما تلزق لكمش. هاي ليك راح نحاول تقريبا نمدلهم نفس الميزان بالنسبة للسميد اللي راني نخبز به، يعني نفس النوعية اللي عجنته هو اللي خبزت به. راح نحاول نقصوا الكمية تاع السميد اللي راني نخدمو بها وندو قيس الحاجة فقط. هذه هي راح نكمل بنفس الطريقة حتى نكمل هاد الخبيزات دياولي. اللي تحب دير مني مطلوع ولا كيما حبيتو. وهذه النوعيه تاع السميد راني خدمت بها هذا المطلوع لكن ما عجبتنيش كيما حنا نقولوا 100%، النتيجه تاعها ماهيش شابه بزاف. كاين انواع تاع السميد نهار اللي تكوني تعجني فيهم تقولي ما نحبسش كامل مدلك، اللي ما يحبوش يدلكو ولا يعني عندهم ظروف صحيه ما يقدروش يدلكو ما تتخلعوش هذا الخبز، يعني راه ما فيهش مده طويله تاع دلك ولا، فقط تدخلوا هذاك الخليط راح تلقاو بلي العجينه تاعكم ولات بزاف بزاف شابه، يعني تدلكوها واحد 3 دقائق ولا راح يكونوا كافيين. دوكا نروحو نخبزو الخبزات دياولنا.
انا خبزت في هذه الصينيه هكذا باش نكون اليز. حاولوا يعني تعجنوا الاطراف والوسط ما تركزوش عليها بزاف. الوسط يعني لما ترفدوا الخبزه هي راح تتكسل وحدها وحدها. المبتدئات ورق الزبده وانتم فارينها، يعني راح تعجنوا فوق ورق الزبده وتدردروا شويه سميد وخبزوا المطلوع تاعكم عادي. اذا حبيتوا دهنوا ورق الزبده تاعكم بشويه تاع زيت وخبزوا كذلك الخبزات، يعني راح تكون طريقه كذلك بزاف سهله، وهذاك الزيت راح يمدي لكم احمرار بزاف شباب للخبز ديالكم. اللي وصلوا معايا لهذه المرحله ومازال ما ضغطوش على هذاك اللايك، ديروا لنا هذاك اللايك فضلا وليس امرا هكذا باش ينتشر هذا الفيديو على نطاق واسع ويستفادوا ناس واحد اخرين. انا كيما شفتوا خبزت كامل هذوك الربع خبزات وزدت غطيتهم بالمنديل، وحاولوا كشغل تموروا هكذا في الخبزات، من بعد لما يطلعوا شويه كشغل راح يبانوا لكم. انا خليته يتخمر المده يعني اللي داها داها، كل وحده والكوزينه ديالها. المهم هنا لما تضغطوا بالاصبع تاعكم يعني حطوه خفيف فقط، ماشي تروحوا تدخلوه لداخل وتقولوا العجينه ما حبتش تطلع، حطوه خفيف فقط. اذا عاودت ولات العجينه تاعكم كيما كانت تعرفوها بلي راه تخمرت مليح مليح. الطريقه تاع الطهي تاع الفخار، سخنوه في الطابونه الكحله ولا على اعلى درجه، والطاجين تاع الحديد ولتو كامل تعرفوا طيبوا به، ديروه نار متوسطه الى الهادئه، يعني تكون رايحه للهادئه هكذا باش المطلوع تاعكم يطيب حمر ما يتحرقش ويتنفخ مليح مليح. وباش يديلكم تحميره شابه اذا حبيتوا يعني ديروا له شويه زيت بالبانسو من الفوق قبل ما تقلبوا الخبزه، راح تاخذ لكم هذا اللون الاحمر الشباب. بالنسبه للتحمار تاع الخبزات من الاطراف كل وحده وظروفها، اللي عندها شاليمو جوزي لهم كامل بالشاليمو ساير داير، اللي عندها بالطابونه راح تجي هذه الطريقه تاع التحوشي ولا تحمر الخبزه من الاطراف بزاف سهله. اللي ما عندهاش فوق الكوشه يعني كيما درت انايا بشويه بشويه حتى ندوري فيهم ساير داير. هنا الخبز بعد ما ربوز عليه شويه شوفوا كيفاش جا. وش نقول لكم، رغم انه يعني السميد يعني ما هو انا ما عجبنيش بزاف صراحه، لكن شوفوا بهذيك الطريقه ولا هذيك لاسيس ولا هذاك الخليط درناه في الاخير كامل، شوفوا كيفاش جا من اروع ما يكون. يعني نستنى كامل تجربوا هذا المطلوع باذن الله، اللي ديروا ثقه في وصفاتي وتبعتوا لي كامل التطبيقات تاعكم على الانستغرام تاعي، واذا ما كنتوش مشتركين فيه اشتركوا فيه كذلك بنفس اسم القناه، يعني صباح كيتشن تدخلوا الانستغرام تكتبوا صباح كيتشن يخرج لكم الانستغرام ديال. هذه هي الوصفة ديالنا، ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم، ان شاء الله كامل تجربوه وتنجحوا فيه من المرة الاولى، وخصوصا خصوصا للمبتدئات. وصلنا لنهاية الفيديو، وفي الاخير ما عليا الا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.